لكن المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية. ده منتدى مهم جدا، كان من مصر بيشارك الأستاذ محمد أبو العنين، ودي للسنة الثانية، وقال كلمة مهمة للغاية، كلمة بتعبر عن أي واحد مصري بيحب بلده، وادى رسائل للأمريكان أنتوا بتعملوا إيه وإحنا عملنا إيه ودوركوا إيه والاستثمار شكله إزاي والبلد بتتبين إزاي وكانت فين وراحت فين واتخطفت إزاي و25 ثم جماعة الإخوان الإرهابية عملت إيه في البلد. كلمة مهمة للغاية، واتعرض فيلم مهم جدا صدى البلد اللي أنتجت هذا الفيلم، اللي هو بيتكلم عن العبور جديد لوطن جديد أو لمصر جديدة، واتكلم من مصر من 7000 سنة وهذه الدولة العظيمة لحد ما وصلنا النهاردة مرور ب 25 يناير و 30/6 والوضع الاقتصادي اللي فيه مصر والاستثمار وقناة السويس والمشروعات القومية الكبرى اللي بتتم، وطبعا الجيش وانحيازه لإرادة المصريين والناس اللي طلبت أن الرئيس يخوض الانتخابات الرئاسية بناء على رغبة المصريين، والرئيس النهاردة بيقود الدولة ازاي الشعب ازاي، انحياز الشعب والجيش للشعب والجيش والشعب والشرطة مع بعض ازاي، وكل هذه الامور للمجتمع الامريكي.